عسى كيف؟ عشان انصح ما تحط الباسورد حقي. واو كمبيوتر حياخذ 9 مليون سنه. لا يا اخي حرام عليك، متحمس اسمع 2020 في السعوديه. باي كيف كذا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله بصحه وسلامه. في الحلقه الثانيه من سلسله مواقع رهيبه، لسه اسمها مواقع رهيبه لانه هذه الحلقه الثانيه اللي حسجلها من قبل لا تنزل الحلقه الاولى حتى نخش على المواقع. يلا بسم الله. الموقع الاول عندنا RADIOOOO 5O، ياخذك على راديو تقدر تختار تسمع الراديو حق 1900 1910 20 30 40 50 60، لكن انا جاني فضول اني اسمع حق السعوديه، هل حيجيبها ولا لا؟ بسم الله. سعودي أريبيا شغل. ها المداح والله. والأغنية هي طب مثلاً 1960 محمد عبدو. محمد عبدو 1960 شكله قد يكيس علينا صح؟ 1950 ما في 40. أوه ما في أصلاً، شوف كيف الرصاص هنا. يعني مثلاً في مصر 1940، خلنا نسمع أم كلثوم. ديم طب 30 في؟ في يا حبيبي تعالى 1920 اسوانات اوديون رأس بديعة. الف تسعمية عشرة واو، ما ادري اذا حقيقي ولا كيس، اكد لنا يا اديتر بالله. هذيك كذا كان 1920. نرجع للسعوديه بس على السريع، نحط مثلا 2070 عسى كيف. ها يابان متطورين ما شاء الله، وصلوا 2070. خلينا نشوف ناو السعوديه. ابغى نام يا اخوي. 2010 تكفى. ها ليه ما في 2010؟ ايش في 2000 طيب على الاقل؟ لا يا اخي حرام عليك، كنت متحمس اسمع 2010 في السعوديه. خلينا نشطح برا شويه، خلينا نسمع روسي. مشكله كوبي رايت ما اقدر اسمعكم كثير يعني. خلينا نسمع روسي 1970. ماما اسم الاغنيه. موقع تمام. اللي بعده الموقع اللي بعده متحمس له، هاو نورمال ام اي. اكتب كذا يا غالي تخش اول موقع، وهنا تحط صورتك ويشوف مدى قبحك او مدى جمالك عمرك وما ادري ايش. فخلينا نشوف هل هو دقيق ولا مو دقيق. شايفين هذه اللي احسبي لها اجري، هذه لها موقع، بعدين ان شاء الله تشوفوه يمكن في الحلقه دي. So let's talk about your face. شوف غدا. Specifically we'll be looking at machine learning algorithms that try to judge your face. اخوي كتم شويه. اخي اسكت. For example dating services like Tinder use it to match people. Skip. طيب. Next, let's look at algorithms designed to judge your age. إخوان أتوقع أني المفروض أسمع، فأنا حسمع هذا كله لكن ما حخليكم تشوفوا هذا كله، بعدين حعط أكلمكم عن الريزولت أو النتائج. طيب إخوان خلصت من الاختبار، خلينا نشوف. في الجمال أعطاني 5.9 على الخسيس، بس قال لي إنك 40% أحلى من شو اسمه Spice Girls. ناخذها. حلوين. الايج 28 كبرني شويه لين ذحين حيوان. الجندر مان غصب عليك، ليش 73%؟ 100% يا خسي. انا ميمي بس راجل قوي. هذا الاذرز مو انا. اوكي خلاص. البي ام اي معطيني انحف من البي ام اي حق لايف اكسبكتنسي اللي هو متوقع متى اموت. استغفر الله العظيم، طبعا ما حد يعلم الغيب غير الله، بس حاطيني 81 بعيد الشر ان شاء الله طولة العمر والصحه والعافيه. اكسبريشن ساد يقول انه لقط تعبير الوجه في البدايه من غير ما اعرف طلعت حزين. الزبده انا 75% نورمال. يمديك تاخذ الاختبار وتقول لنا قديش انت طبيعي وقديش انت جميل. هذه طبعا غلط على 10. نروح الموقع اللي بعده. الموقع اللي بعده AI شرطة art tokyo.in. نخش الموقع، وهذا يا غالي تاخذ صورتك وتحولها لتحفة فنية. ناخذ الصورة، نختار الصورة، والحين قاعد يخترع التحفة الفنية. عسى كيف، ايش هذا؟ ده صورة
وقفة عددية لسه. Change the painting style. أي لا إله إلا ليه قاعدين يشيلوا الدقن؟ أعوذ بالله. الصورة الأصلية وين عشان تعرفوا بس؟ هذه الصورة الأصلية. استغفر الله. طيب حنجرب الصورة اللي بعدها. للي نسوي نشوف سيرة للي بطاقية توماس. نشوف واحدة ثانية. يا للي يا الحين اوريكم الاصلي. لا لا طباخ خباز. شوف هذه واو يا للي تحفه فنيه. طبعا الصوره الاصليه هذه يا اخي ما عندهم دقن. نشوف هذه اخر واحده خلاص. لا اله الا الله. ونروح الموقع اللي بعده. هذا الموقع خطافي كذا سريع مره ما حتى ما حنتعمق فيه. هذا موقع يا حبيبي تحط الباسورد حقك والموقع شكله تقفل. الموقع كانت فكرته تحط الباسورد حقك بعدين يعطيك قديش هياخذ الكمبيوتر عشان يفك الباسورد هذا، يعني مدى صعوبته. مو ممزح مو مقفل، بس انا انصح ما تحط الباسورد حقك، حط يعني شيء شبهه يعني. الكمبيوتر هياخذ 9 مليون سنه عشان يفك الباسورد حقي. يعني مثلا لو حطيت 1 2 3 4 5 على طول سفر يشيل 6 ثواني كذا غلط. لو كان باسورداتك كلها صفر 100 ملي سكندز. خلينا نحط باسورد قديم. في يوم واحد لا الحمد لله غيرنا. نروح الموقع اللي بعده. الموقع اللي بعده متحمس له من اول. ماي هيريتج ديب نوستالجا. تحط الفوتو القديمه يا الغالي وتصير متحركه. هحط صورتين قديمه لكن غالبا ما حيضبطها مره. صورتين وانا بزر. نجرب هذه اول. خلنا نشوف. عسى كيف؟ والله يا ولد هي العيون تخوف والله اقسم بالله. يمي 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 خاف يا عيد. يمي يمي يمي. والله تخوف يا ولد. احس اني ما ابغى اسوي الثانية. الثانية صعبة مرة. بس هذه شوية مضبوطة بالذات العيون تخوف. والابتسامة كذا تروح يمين. واه صوره للوالد الله يحفظه ويطول بعمره. خلينا نشوف قديمه مره. واضح من الشرب. في شبه والله احس في شبه. ايوه او ماي جاد. لا ما هي مضبوطه بس تخوف. العيون تخوف. واو رعب يا ولد. كذا يكون خلصنا الموقع هذا ونروح الموقع اللي بعده. طبعا كلكم تعرفوا انا طباخ في التيك توك. الموقع هذا مفصل لي ومفصل للناس اللي تسافر كثير او تطبخ. تيست اطلس او عندك واحد طباخ في البيت تبغى تكرفه نفس الشيء. تروح كذا يا عيني اكسبلور ماب. كل مكان حتلاقي فيه حاجه. واذا ضغطت على حاجه عجبتك يا حيعطيك وصفه او مطعم تروح وتجرب من الاكل. خلينا نشوف في السعوديه ايش فيه. اوه سليك. طيب سليك اعطاني مطعم واعطاني الوصفه حقت السليك. صراحه موقع رهيب وممكن استغله في التيك توك ونسوي منه سلسله. نطلع سلسله من السلسله. اوه مثلا لو رحنا اسبانيا غالبا البايلا حبيبي ويعطيك وصفه البايلا ويعطيك مطاعم. اتوقع مطاعم فيها البايلا. لا هذه ريسيبي فايريشن. مطاعم هنا زبدة. موقع ممتاز اللي يسافر او اللي يطبخ او عنده واحد يكرفه طبخ. ممكن نقلبها سلسلة في التيك توك. عجبني الموقع جدا صراحة. موقع جميل. موقع الاخير برضو متحمس له من اول. هذا يا طيب اتوقع اكثر من 40 لغة. تقدر تكتب اي جملة وتخلي احد من الشخصيات اللي موجودة في الموقع يقولها. ان شاء الله في عربي عشان لا افصل عليهم. الفيديو حقي خليته يقول الجملة اللي ابغاها بس ما اتوقع ما اخترت عربي انا بس كتبت بالعربي. لا تنسى اللايك والاشتراك والشير. استنى استنى. لا تنسى اللايك والاشتراك والشير. اي كيف كذا؟ عاد لا تنسى اللايك والشير والاشتراك على قولة الرجال يعني ما يصير تردوا. شوف هالفم يتحرك نفس الشيء. لا تنسى اللايك والاشتراك والشير. يا الله جامد والله.
بكذا يكون وصلنا لنهاية المقطع. يعطيكم العافية وإن شاء الله نشوفكم في المقاطع الجاية. إن شاء الله يكون استمتعتم. مع السلامة.